خلينا نطمئن على بعثة النادي الأهلي وماذا يدور في المغرب من زميلنا المحترم الأستاذ أحمد السيد. ماذا يدور في المغرب؟ وطمننا على الأهلي يا أستاذ أحمد. يعني في البداية بحييك وبحيي كل الأهلاوية اللي بيتابعونا في كل مكان، سواء من داخل مصر أو من خارج مصر. خلاص يعني عارف ابتدى التوتر يزيد والأدرينالين يعلى مع اقتراب نهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقية. في البداية يعني الحمد لله منذ دقائق وصلت بعثة النادي الأهلي بسلام الله إلى المغرب. الحمد لله البعثة بالكامل وصلت، الدنيا تمام. يعني يمكن رحلة طيران استغرقت حوالي 6 ساعات يا استاذ عبد الناصر، طائره مصر للطيران، طائره خاصه ببعثه بيتراسها الكابتن يعني محمود الخطيب، وموجود معاه الاستاذ العمري فارونه رئيس مجلس الاداره، والاستاذ خالد مرتجي امين الصندوق، ودكتور محمد شوقي، وموجود حسام غالي، وموجود امير توفيق. يعني كمان باقي اعضاء المجلس هينضموا يوم المباراه. فالبعثه بالكامل الحمد لله كانوا متواجدين، كان موجود الكابتن سيد عبد الحفيظ في مطار القاهرة، هو كابتن سمير عدلي المدير الإداري في استقبال البعثة، كان موجود السفير المصري ووفد دبلوماسي من السفارة المصرية في المغرب في استقبال البعثة. بصراحة الأمور يعني الاستقبال كان على ما يرام، الأمور الأمنية كان في أكثر من أوتوبيس واقف في انتظار البعثة، تم على طول في وقت قليل جدا انتهاء يعني الأمور الخاصة بالمطار ودخول الفرقة. كابتن محمود الخطيب يعني بمجرد نزوله فضل واقف جنب أوتوبيس اللاعبين لحد ما كل اللعيبة دخلت وكل الأمور الإدارية والمعدات الخاصة بالفريق كلها نزلت والشنط كلها دخلت، اطمئن بالكامل على يعني سلامة البعثة وتحرك كل الأمور. سعادة السفير يمكن استقبل كمان في صارة كبار الزوار يعني كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة. يعني الأمور الحمد لله الحمد لله، يعني استقبال على ما يرام زي ما أنا بقول، يعني حوالي 6 ساعات كاملة وصل بسلامة الله النادي الأهلي لمطار محمد الخامس في المغرب. دلوقتي وإحنا بنتكلم تسكين لاعبي النادي الأهلي في الغرف الخاصة بيهم في الفندق، وعلى طول الخلود للراحة علشان عندهم بإذن الله بقى اليوم الخميس أول مران. الأهلي يتمرن الخميس، يتمرن جمعة، يتمرن سبت، يتمرن الحد على ملعب المباراة مركب محمد الخامس، ويبقى 4 تمرينات، ويوم الاثنين بإذن الله المباراة فيها 9 مساء بإذن الله. أتمنى يا رب الأمور تبقى ماشية على خير. نادي الأهلي جاهز جدا للمباراة من الناحية الفنية، من الناحية البدنية، من الناحية المعنوية. يمكن الحمد لله القايمة وفقا لما علمناه وقلناه بالأمس وانفردنا به، الحمد لله النهاردة موسيماني أعلن قايمة بتضم 28 لاعب سفرة المغرب، يعني تقريبا القوام الكامل لبعثة أو لفرقة النادي الأهلي المقيدة في القايمة الأفريقية. خلينا برضو نبدأ ندخل الناس في الأجواء. يعني بعثة النادي الأهلي اللاعبين اللي سافروا بغض النظر عن جاهزيتهم أو عدمها، القايمة بتضم 28 لاعب. خلينا نقول كده القايمة سريعا: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، واللاعبين دول حراس المرمى. اللاعبين بقى رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولي، بيتواجد بدر بنون، محمد عبد المنعم، محمد هاني، كريم فؤاد، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد، السولية، محمد محمود، حمدي فتحي، ديانج أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وليد سليمان، بيرسي تاو، محمد شريف، صلاح محسن، حسام حسن، وأحمد عبد القادر، وأحمد نبيل كوكا. الأهلي عمل تمرينة كده ظهر اليوم، يعني تدريبات بدنية وفقرات كده متنوعة، جمل تكتيكية، ولكن ما كانش فيه تقسيمة ما قبل التوجه للمطار. قايمة 28 لاعب، موسيماني حرص على اصطحاب القايمة بالكامل، رغم يعني يمكن زي ما احنا بنشوف بدر بنون طبعا صعب انه يشارك، محمد عبد المنعم فيه صعوبة، ولكن هو فضل موسيماني ان القايمة يعني تكون موجودة بالكامل. لسه قدامه 4 5 ايام على المباراة، فاللعيبة برضو تقدر تكمل برنامجها التأهيلي، وفي نفس الوقت يعني اللعيبة يبقى في حالة من الانسجام شوية يعني ما قبل المباراة في وجود البعثة بالكامل. يعني ان شاء الله الامور تمشي كويس وباذن الله الامور تعدي على خير، وحاله من التركيز هيبقى اول مران اليوم بقى زي ما انا بقول الخميس. وفي نفس الوقت علشان الناس تبقى عارفه طبعا، يعني الكابتن محمود الخطيب وسعاده السفير المصري هيحضروا مران الاول للنادي الاهلي، والامور باذن الله هتبقى يعني ان شاء الله باذن الله الامور على ما يرام. دي من النواحي الفنيه.
برضو على هامش المران النهارده، يعني برضو كان موجود اكرم توفيق بيواصل البرنامج التاهيلي مع مكسيوني مع بدر بنون، النهارده احمد ياسر ريان يمكن زار بعد نهايه فتره عرضه مع نادي التاي التركي، زار بعثه النادي الاهلي واتمنى لهم التوفيق الفتره اللي جايه، ويعني موسيماني يمكن رحب بيه. يعني دي كواليس كده ما قبل السفر من ملعب التتش ظهر اليوم، والبعثة يمكن الحمد لله كان في حالة من الثقة، حالة من السعادة، نتمنى يا رب الأمور تبقى أحسن وأحسن الفترة اللي جاية بإذن الله. طيب نروح شوية بقى للأجواء في المغرب، نروح شوية للأمور التنظيمية. الكاف يمكن أعلن زي ما حضرتك اتكلمت عن الأمور التنظيمية والجمهور وحضور الجمهور، ويمكن دلوقتي الاتحاد المغربي أعلن على طول يعني بداية بيع التذاكر للجماهير المغربية، ويمكن أنت وضحت 10 و10 وعلامة استفهام شوية على موضوع الجمهور العام، ويمكن حتى الأستاذ عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي لكرة القدم اتكلم وقال في قناة النادي الأهلي برضو إن في حالة من الاندهاش في النادي الأهلي من فكرة الجمهور انت العام. عارف بمناسبة التذاكر دي يا أبو حميد، في حد أعتقد عايش في مصر أو بره مصر بيقول لي أستاذ عبد الناصر والأستاذ أحمد بيتكلم، نوه إن ممكن تنزل برنامج في بي إن، في بي تقيلة إن، ويختار أي حد دولة المغرب ويدخل يحجز، لأن لما يخش على برنامج في بي إن ويختار دولة المغرب كأنه هو في المغرب، وبكده يعني يدي الاتحاد المغربي على قفاه لانه هو حجب الموقع عن مصر، فلو دخل من خلال هذا البرنامج ويختار دولة المغرب كأنه في المغرب، هيفتح معاه الموقع ويحجز تذاكر زي ما هو عايز. اقولها تاني يا جماعة ارجوكم، لو عايز تحجز تذكرة مباراة الاهلي والوداد وموقع الاتحاد المغربي مغلق وما بيفتحش في مصر، ادخل على موقع VPN واختار دولة المغرب، هيفتح معاك الموقع واحجز التذاكر اللي انت عايزها، وبكده تبقى اديت فوز الاقجع والاتحاد المغربي على قفاه. اتفضل يا استاذ احمد. يعني طبعا هو في حاله من القلق شويه عند جماهير النادي الاهلي والحق يقال، والبدايه زي ما حضرتك بتقول ان الاتحاد المغربي لكره القدم في موقعه الرسمي قفل الباب قدام الجماهير المصريه نجل منعهم طبعا من شراء التذاكر الخاصه بالجمهور العام. خلينا يعني ده كان امر غريب من الكاف، هم قفلوا الموقع الرسمي في نطاق مصر، الناس طبعا بتتحدث على البي بي ان، انت بتقدر تخش تغير الاي بي ادرس الخاص بالكمبيوتر وبيقرا كانه مقيم في دوله المغرب او اي دوله خارج مصر، وبالتالي الموقع يبقى مفتوح له عادي. هو الفكره اللي الناس مستغرباه، انت المباراه انت الساعه مساء يوم 30 مايو وحددت 10 و10 و20، ف20 دول انت يعني في حاله من الجدل، يعني ايه جمهور عام؟ وحتى زي ما الاستاذ عمرو شاهين الرئيس التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم قال لك يبدو ان اتحاد الكوره اتحاد الكاف عفوا الاتحاد الافريقي اتفاجئ بالنهائي الافريقي، يعني لم يرد على اي خطابات رسميه لينا الا منذ ساعات، وكان الاتحاد الافريقي يعني اتفاجئ بالاجراءات الخاصه به المباراه وحضور الجماهير. ابتدى على طول التذاكر تتباع في المغرب زي ما انا يعني بعت لحضرتك، وبدايه التوزيع الكاف ابتدى يعمل تطمينات وقال ان 10,000 موجودين هنا للوداد و10,000 زيهم للنادي الاهلي، ووضحوا من خلال الموقع كاتبين any tickets not purchased by a team will not be released for a public sale therefore these seats will remain vacant، يعني اي تذاكر هتفضل من 10,000 مش هيتم بيعها للطرح العام او للعام، وبالتالي هذه التذاكر سوف تبقى يعني خالية أو مقاعد خالية. يعني الكاف بيقول 10,000 الوداد هياخدهم و10,000 الأهلي هياخدهم، نفترض 10,000 الأهلي حضر 6 بس، الكاف بيقول إن 4,000 الباقيين هيفضلوا فاضيين. طبعا كلنا نشك في هذا الأمر، لأن أنت زي ما حضرتك تعلم، أولا عشان بس الناس تبقى متخيلة،
مش عايز اقول المؤامره في البدايه ماشيه ازاي ولا التفاصيل الامور ماشيه ازاي. اولا عشان الناس تبقى كانها حاضره من ملعب مركب محمد الخامس، انت ما اديتش الساعه الكامله للاستاد، يعني انت اصلا ما اديتش الساعه الكامله للاستاد، وبالتالي يعني حطيت 45 ألف متفرج والاستاد بياخد أكتر من كده بحوالي 15 ألف، فأنت بتتكلم في 15 ألف ولد يبقوا موجودين في أي لحظة. اديت للأهلي 10,000 واديت للوداد 10,000، نفترض الأهلي خد ال 10,000 بتوعه، طب ال 20,000 اللي أنت حاططهم للعامة دول مين اللي هيدخل؟ ما هو طبيعي الجمهور المغربي. طيب التذاكر ال 5,000 اللي أنت قايل للكاف، طب ما طبيعي ان جزء كبير منهم برضه هيروح للجانب المغربي. فانت بتتكلم 45 الف تذكره موجوده ساعه في الاستاد، 45 الف تذكره في الاستاد، انت مدي منهم للاهلي 10,000 بس دول المضمونين، ولو ما وصلتش ال 10 بتقول ان المقاعد دي هتفضل خاويه، وده امر غير مضمون بمنتهى الامان. فطبعا حاجه مش مبشره بمنتهى الامانه، الامور مش كويس طبعا. لكن زي ما الاستاذ عمرو شاهين طلع في خلال قناه النادي الاهلي، وده المدير التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم، اعتبر ان يعني ده امر غريب من الكاف. حتى ولا انا بعتذر لجماهير النادي الاهلي، لكن ما فيش حاجه كاهلي نقدر نعملها، بنحاول ندافع عن حقوقنا بكل الاحوال، بنحاول نوصل لافضل الحلول. حتى هذه اللحظه الكاف لم يبلغنا بال 10,000 تذكره الاليه الخاصه بحصولنا كاهلي عليهم، لكن كاهلي احنا ندفع قيمه ال 10,000 بالكامل، ففي انتظار المراسلات او التنظيم او الامور التنظيميه من الكاف. لكن طبعا يعني نتمنى الامور يكون فيها مراعاه افضل من كده من النواحي التنظيميه، خصوصا ان انت بتتكلم يا استاذ عبد الناصر انت نهائي دوري بطاقه الابطال الافريقيه وعامله في المغرب، فمن المفترض يكون في حياديه. لما نشوف توزيع وآلية توزيع التذاكر بالمنظر ده، انت بتزود الشبهات، يعني انت بتزود الشبهات اللي بتحوم حول النهائي الافريقي. يعني نتمنى لعيبه النادي الاهلي تبقى بعيد عن هذه الاجواء تماما، وده اللي الكابتن محمود الخطيب هيتكلم فيه مع اللعيبه اليوم بقى الخميس في بدايه المران، هيتكلم وانا اعلم هذا الامر يعني مع بعض المقربين في اعضاء مجلس الاداره، هنقفل كلعيبه وكهز فني علينا، هنركز جوه الملعب بس، مالناش دعوه بالتحكيم، مالناش دعوه بالامور الاداريه، مش عايزين نبقى مضغوطين ولا نتقبل اي استفزازات، احنا ابطال افريقيا لسنتين، احنا كبار، نلعب لعبنا وكوره بس، وفي الاخر التوفيق باذن الله ان شاء الله يكون حليفنا يعني. فان شاء الله الفتره الجايه الامور تبقى احسن واحسن، والآلية بتاعة توزيع التذاكر دي إن شاء الله بإذن الله برضو الأهلي هيتابع ال 10,000 تذكرة المخصوصين بالنسبة للنادي الأهلي. وأيضا من معلوماتي بعثة النادي الأهلي هيكون في حديث مع مسؤولين الكاف لضمان عدالة توزيع ال 20,000 تذكرة، ولا حتى التذاكر ال 5,000 تذكرة بتوع الكاف أو الدعوات حتى الفي أي بي، كل دي أمور هنتابعها مع حضرتك الفترة الجاية بإذن الله. طيب عندنا خبر مهم جدا برضه احتاج تعليقك عليه. الموقع بتاع الاتحاد الدولي نزل حاجه مهمه جدا عجباني انا بشكل كبير جدا. نزل موقع الاتحاد الدولي لوجو النادي الاهلي ولوجو ريال مدريد في جدول، وقال الاتحاد الدولي نشر قائمه اكثر انديه العالم تتويجا بالبطولات القاريه الاقوى، وحط ريال مدريد الأول والنادي الأهلي نمرة 2 الوصيف، وقال البطل والوصيف في هذه القائمة ينتظرهما على موعد مع بطولة جديدة قارية الأسبوع القادم. تعليقك هو يمكن هو الأهلي الأول، الأهلي نمرة 2 بعد ريال مدريد، ريال مدريد الأول الأهلي الثاني، وقال ان ريال مدريد والاهلي ينتظرهما بطوله جديده الاسبوع القادم، باعتبار ان الريال هيلعب مع ليفربول في نهائي دوري ابطال اوروبا السبت، والاهلي يوم الاثنين هيلعب نهائي دوري ابطال افريقيا مع الوداد، وقدامنا جدول الترتيب ريال مدريد الاول الاهلي الثاني، حاجه تفرح يعني. طبعا طبعا يعني، والناس على الذكرى بيتذكروا طبعا مباراه القرن ما بين النادي الاهلي وريال مدريد وفوز النادي الاهلي بهدف تاريخي. الناس بتتكلم دائما مش بس في مصر على فكره، بيتكلموا في الصراع ما بين النادي الاهلي وريال مدريد على لقب الاكثر تتويجا ومنافسه على السياده على العالم كله. ريال مدريد على بعد خطوات من الفوز ببطوله جديده،
النادي الاهلي برضو على بعد خطوات ان شاء الله باذن الله بالفوز ببطوله جديده. يعني صراع القارات مستمر وهيفضل مكمل. نتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي، مش عايز اقول ونتمنى عدم التوفيق لريال مدريد، لكن احنا هو لو ريال مدريد خسر، لو ريال مدريد خسر من ليفربول والاهلي فاز كده يبقى تساو؟ لا، هيبقى لسه برضه في فرق عدد من البطولات. طيب تمام. لكن احنا كاهلاويه بنشجع محمد صلاح وبنشجع طبعا ليفربول، عشان عايزين ابو مكه باذن الله ربنا يكرمه ويصور. ربنا يكرمه ان شاء الله. باذن الله. يعني فكاهلاويه نبقى سعداء بتتويج محمد صلاح، ما فيش شك يعني.